كيف مكمن الخلل وين، وعم يحكي بانه فعليا الموضوع منه بس والله بدي اشيل وزير حط وزير وبدي غير تغييرات طفيفه، انه لا في مصارف وفي طبقه كانت عم تستولي على خيراتنا ومقدراتنا بهذا الشكل وعم تنهب اموالنا وعم تنهبنا بطريقه قانونيه اوقات واوقات طبيعي بطريقه مش قانونيه. فنحن او هذه الانتفاضه حققت انجاز عظيم، خطوه عظيمه، بانها يعني كمشت مثل ما بيقولوا نبض المشكل بلبنان، وعم تسلط الضوء عليه وعم تنزل تواجهه. لما بلشوا الناس ينزلوا على المصارف وينزلوا على مكامن الخلل الأساسية، هيدا منو شيء بسيط، هيدي خطوة عظيمة. ولما تبلش الناس تواجه هيدي خطوة كتير عظيمة. هلأ وحققت اشياء كتير، يعني هيدا الانتفاضة إذا بدنا نضوي نحن أمام شيء غير مسبوق في تاريخ الجمهورية اللبنانية بآخر 100 سنة حتى بلبنان الكبير، يعني إن هناك انتفاضة لا مركزية فيها مثل هلأ نحن قاعدين في ناس ببيروت وناس بفرمان وناس بصور وناس بمدن عديدة عم تحكي خطاب واعي وعم تصوب البوصلة إلى أماكن أساسية. إنما هل يعني ننتشي بما حققنا وننتشي بالمشهد أمامنا وبنحط لك أجر على أجر وبنقول عملنا اللي علينا وهلأ خلونا نشوف شو عم بصير وبنقعد نحكي إنه هني عم يعملوا وهني عم بيساووا؟ أكيد لا. في واجب على هيدا الانتفاضة مثل ما قلت إنه تنتظم أكتر وأكتر، لأنه المرحلة مثل ما خلونا نقيسها على هيدا المعيار يا جماعة، ما هن بيطلعوا 365 يوم بالسنة بسبوا بعض وبينقسموا على أساس ضد بعض وبيتهموا بعض، وآخر شيء قبل الانتفاضة بس نوصل لاستحقاق نقابة منلاقيهم كلهم نازلين على لائحة واحدة ضد لائحة نقابية فعليا وجاي من الشارع. فمثل ما هن منظمين ما فينا نواجههم إلا بالتنظيم، مثل ما هن عندهم قواعد مادية وعندهم دفاعات وعندهم تكتيكات للمواجهة، نحن ما فينا نواجههم بالعفوية. يعني الله يرحمه كارل ماركس عنده جملة بيقول إنه القوة المادية لا تسقط إلا بالقوة المادية. ما فينا نحن أمام سلطة إلى 30 سنة متحكمة بالمجتمع اللبناني، 30 سنة عم تلعب على خطاب طائفي، 30 سنة متحكمة بلقمة عيش اللبنانيين ومسكيتهم بلقمة عيشهم. إذا لبناني بده يتوظف بده بنهاية المطاف يروح عند حدا منهم، إذا بده يفوت على المستشفى بده يروح عند حدا منهم، إذا بده يعمر بيت بده يروح عند حدا منهم، إذا بده يعمل شو ما يعمل بده يروح عند حدا منهم. فرشوا قاعدة هيدي نحن لنواجهها، ما فينا نواجهها بإيه؟ إنه بننزل مظاهرات وبنعمل يعني انه بنقعد بالخيام، لا، بده في حاجة الى التنظيم، وهيدا التنظيم نحن بحاجة لنبلور شكله. يعني على الاقل يا خيام التنظيم مش انه لانه انا بحب يعني جهاد وبدي تنظم انا وياه، لا، التنظيم بيجي ما هي المصلحة المشتركة اليوم التي تجمع مجموعة من الناس، وخلونا على اساس هيدا المصلحة نتجمع. لما بشوف انه في 3 مليون حساب مصرفي، لما بشوف 3 مليون حساب مصرفي بهالمصارف، ولما بشوف الطوابير اللي كل صبح في عشرات من الناس امام عشرات الفروع من المصارف، يا خي قلي على القليلة بدك هيدا $100، فاذا انتو عندكم مشكلة مشتركة مع هيدا المصرف فلتتنظموا وتنتظموا وتجتمعوا كمتضررين من هيدا المصارف وتخوضوا هيدا الصراع سوا بكافة مستوياته. بدنا دعاوى على المصارف، خلونا نشن حرب دعاوى على المصارف. بدنا نعمل مظاهرات على المصارف، خلونا نعمل مظاهرات على المصارف. بحبوا يكسروا المصارف يكسروا، يعني خلوا هيدا الناس اللي عندها مشكل سوا، انه نحن اكتشفنا انه عندنا مشكل جامعنا منتظم حول المشكل اللي جامعنا، وهيدا بيجي من انه ساحة النور بطرابلس تنتظم
وساحة العلم بصور تنتظم، وساحة رياض الصلح ببيروت تنتظم، وساحة جل الدين تنتظم، وكل الساحات تنتظم. ومنرجع ننقل الى تنظيم وتشبيك هيدي الساحات مع بعض، لانه الوضع ما بيحمل، والوضع اخطر مما يمكن ان نتخيل. ونحن يمكن في كمان هيدي شغله دائما بحب اقولها، انه السلطه السياسيه بلبنان معوده انه دائما هناك منقذ ياتي على حصان ابيض باخر لحظه وينقذ الوضع. انه وصلنا للانهيار اول مره جابوا لنا باريس واحد، تاني مرة اجا باريس اثنين، تالت مرة اجا باريس ثلاثة، قربنا على الانهيار جابولنا باريس اربعة. وما بين هل دي الانهيارات تجي السعودية بتكب وديعة، وبيجي ما بعرف مين بكب وديعة. فنحن معودين هيدي السلطة، وربما تسللت هيدي الذهنية الى عقول البعض من الشعب اللبناني، انه خيي لك ما بتوصل انه نحن نجوع. خيي مين قال لك ما بتوصل نجوع؟ انه مين قالكن؟ مين قالكن أسوأ سيناريو؟ مين قالكن أسوأ سيناريو ممكن نوصله؟ أنه دائما نحكي السيناريو اليونان، لخي اليونان ألف رحمة في أوروبا الظهرة، ليش ما متفكروا أنه ممكن نوصل لسيناريو الصومال؟ يعني أنه ما الذي يمنع بأنه نحن نوصل ببلد بعز ازدهاره كان في ناس تموت من البرد، وبعز ازدهاره نعرف الفقر اللي فيه. نحن قاعدين بطرابلس هلا، وبنعرف انه في ناس بعز الازدهار كان انجا يفوت عليها ربطة خبز. فكيف لما ربطة الخبز بصير حقها ما بعرف قديه، وكيف لما الاكل بصير كلفته عالية والدواء كلفته عالية؟ فلا، السيناريو اللي ممكن تاخدنا عليه هيدي الطبقة هو الجوع، وربما اسوأ من الجوع. وما في شيء بيوقفه الا انه قديش نحن بنقدر ننتظم، وقديش نحن بنقدر نعدل ونفرض ميزان قوة بيخلينا وبيعطينا قدرة على التفاوض وعلى التصارع مع هيدي السلطة هيدي الطبقة.